السلام عليكم. هناخد ان شاء الله الباروتيد ريجون. الباروتيد ريجون الحدود بتاعها ايه؟ من قدام بيبقى عندي الماندبول، ومن ورا بيبقى عندي الوينج بتاعه الاطلس، من فوق بيبقى عندي اللي هو البيس بتاع الاير، من تحت من الفينترال بيبقى عندي ايه اللي هو الانجل بتاع الماندبول، بيبقى عندي السكن عملت له ايه منطقه الباروتيد دي بتبقى كلها بيكون فيها الايه الباروتيد سليفري جلاند. بيبقى عندي العضله ده اسمها الباروتيد اوريكولاريس ماسل. اعمل ريفليكشن للعضله هلاقي هنا كانت الباروتيد كلها مغطيه للمنطقه دي كلها، بس احنا قاطعين فيها عشان نشوف الاستراكشر اللي تحتها. يبقى دي عندي الايه الباروتيد سليفري جلاند بالضغط بتاعها. نمشي مع الضغط بتاعها هنلاقي عند مستوى الانسايسوره فازوره بيبقى عندي الباروتيد دكت والفيشيال فين والفيشيال ارتري. البروتيد بعد كده هتجي تفتح هنا عند المستوى الثاني او الثالث شكتيس وتفتح جوه البق. نفتح نشوف ايه السليفري جلاند الثانيه اللي عندي. المانديبول او السليفري جلاند بتبقى ماشيه مع الكيربيتشر بتاعه المانديبول. بعد كده بيبقى ايه العضلات اللي احنا ممكن نشوفها؟ بيبقى عندي التندون بتاع الاسترنوسيفاليك او الاسترنومانديبولاريس، وبيبقى عندي العضله اللي ماشيه لي اللي بتبقى موصله ما بين المانديبول مع الاوكسيبيتال بون من ورا دي اللي هي الايه الاوكسيبيتال مانديبولاريس ماسل. لو جينا نشوف بقى هنا كان معايا اللي هو الجاجولار اداني الماكسيلاري واللينجوفيشال. اللينجوفيشال هيديني الفيشال اللي احنا شفناه هنا كده وهيديني ايه لينجوال. الماكسيلاري بقى نمشي مع الماكسيلاري ثيرابيوتريز بتاعته، هيبقى عندي ده الكودا الجريتر اوريكولار، وبعد كده بيبقى فيه كودا اوريكولار، وبعد كده بيبقى عندي الاثنين مع بعضها سوبرفيشال تيمبورال هتديني روسترال اوريكولار، وهتديني ترانزفيرز ايه وهتديني ترانزفيرز فيشال وهتديني ترانزفيرز ايه فيشال. وبعد كده بيبقى فيه الماسيتريك فين، وبيبقى معايا الماسيتريك ارتري. كل فين من اللي انا قلته ده بيبقى معايا ارتري ماشي معايا. يبقى عندي كودا الاوريكولار جريتر اوريكولار، وادي الكودا الاوريكولار واضح هنا اهو، ادي الكودا الاوريكولار معاه الكودا الاوريكولار ارتري، معاهم النيرف بنفس الاسم اهو كودا الاوريكولار نيرف. بعد كده بيبقى عندي النيرف الموجود في المنطقه دي اللي هو الفيشيال. الفيشيال بيبقى ليه خمس برانشات. البرانش الاولين ده الاوريكولو بالبيبورال بيداني بالبيبورال وريسترال اوريكولار داخل جوه الود، يبقى اسمه انترنال اوريكولار، ورا الود يبقى اسمه كودال اوريكولار. بيبقى عندي برانشين صغيرين اللي هو الرامس كولاي الكبير فيهم، والصغير بيبقى الرامس دايجاستريكس، والرامس كولاي هنا واضح اهو ده اللي هو الايه الرامس كولاي. بعد كده الفيشل بيكمل على الوش كانه بقل، ده جاي من الفيشل البقل جاي من الفيشل، بيديني دورسال برانش وفنترال برانش، دورسال بقل وفنترال برانشكل. اما ده اللي هو الاوريكولو تيمبورال ده جاي من المانديبورال مترايجيمينال اللي هو رقم 5، يديني كوميونيكيتنج برانش ويز البقل ويدي ترانزفيرس فيشل.